متابعتي العزيزه، مرحبا بك في قناه تركواز اكادير على يوتيوب في يوميات مبتدئه في التطريز. اليوم عندي هذه جليبه من الثوب ديال كريب دو سوا، خفيف وزوين واللون ماشي هو اللي كيبان في الكاميرا. اللون عندي غادي الموف اكثر من الصور اللي على الشاشه، الصور اللي على الشاشه غادي الاحمر. الرسمه اللي طلبات مني السيده هي هادي، ها هي رسمتها. في الحقيقه انا غير نقلتها في واحد لاباج فيسبوك سميتها سعاد كرياسيون بحال هكا، نسيت الاسم. مهم سعاد، بعدا سعاد كرياسيون وقيله. نقلت هذا كما هي حطاته، غير انا اختاريت ماشي نخلي على الورقه البيضاء، اختاريت انه يكون فيه تقريبا جاي تقريبا شي 40 سنتيم. بلاتي نشارك معكم العبر بالضبط، شوفوا نسيت ما عبرتوش. 33 سنتيم، 33 سنتيم لي فرنشمان. ثم الكميمات، الكميمات هادو غير كتبتهم، شفت الصورة ثم رسمتهم غير من هاد القنيت هذا، درت ليه التماثل ديالو ثم هادو رسمتهم غير مانيالمون. هاد الوسط، دونك الكميمات هما هادو. طبقت الرشمة على الثوب، ها هما الكميمات، ونصدق ها هو. واللوينات حتى هما ما اجتهدتش، حين صيفطات لي الصورة في عيني تجلابات تقريبا في هاد اللون. و الحرير اللي خدموا به تقريبا بحال هكا. اذا على بركة الله ندوز للتطبيق. غادي نركب ربعة ديال المرمات لكم، انخيس توابات بعدا دوك طروفات الجناب، ونركب ربعة المرمات. طبعا هذه مرمى وانتهى، ولكن هذه ضروري غادي ندير وحده، غاديش تشد ليا الرشمه كلها، وغندير وحده هنا وهنا، نعاود نحولهم وحده هنا وهنا. اش بغيت نقول لكم، من بعد غادي نركب المرمات، نركب نجي الفيزلين على 3 او 4 ديال الطبقات، باش حيت هذا خفيف وتيتمزق دغيا تتعاون لي لافيزلين. غنديرها واقيله في الكحل، يستحسن في الكحل ياك الوان شويه مغلوقين ما يجيوش ابيض. صافي وندوز للتطبيق. هنا البنات يلاه بديت انا الخدمه وتلفوني الوان، فاضطريت انني نلون الرشمه باش نقل منها ونشوف كل حاجه فين غنحطها مع تلفوني. وهاني يلاه ساليت على سلامتي، الربوع هاد القدام خرجوا على هاد الشكل هذا، والكميمات هما هادو. طبعا باقي غادي تنبت بالاحجار وبالعقيق. انا خيت لي شاركت لكم هادشي كيما الرشمه، كيما شاركت معكم في الرشمه، البليصات اللي متراسين بالزرق غيدوزو بالعقيق. وهادو الالوان كنت لونتهم حيت بغيت باش نقل من الرشمه الالوان. هادو الكميمات لوينات باش خدمت هما هادو، هذا عمرت به غير الكانيت باش يكون اللون هانتوما بحال هكا. درت اللون ديال الثوب فسميتو في الكانيت، كنتمنى الشغل ديال اليوم يروقكم ويعجبكم، وتكتبوا لي تعليقات. وتنشكركم مسبقا على اي وحده تنشكرها على الكومونتيرات اللي غادي تكتب، ولا الكومونتير اللي غادي تكتب وتقول لي فيه الراي ديالها، الملاحظات الانتقادات. الى اللقاء في فيديوهات مقبله ان شاء الله. كانت معكم مريم من قناة تركواز أكادير،
إلى اللقاء في عروض جديدة ودروس تعليمية في الطرز وفي دروس تعليمية في الكروشيه. مازال ما نقدرش نقدم دروس في التطريز، حيت أنا باقي مبتدئة. يلا يلا، كل متعلمة نقول لها وفقك الله. السلام عليكم.